السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد. المستشفى عبارة عن مستشفى طب أعصاب وأعشاب 100%، تعتمد على الأعشاب وتعتمد على العلاج بالدهون والزيوت والتدليك. عبارة عن يعني مستشفى خاصة بس بالأعشاب الطبيعية. من ناحية النظافة المستشفى نظيفة، نعطيها تقريبا 9 من 10. من ناحية الأكل، أكل هندي بكل معانيه، و نقول احنا مثل ما نقول كله فيجيتبل، كله خضار، يعتمد على الخضار وعلى الرز فقط. الستاف متعاون الى درجه وجيد جدا، بحيث يعني يحاولون يخدمون ويحاولون يوصلون وياك النتيجه لغايه ما توصل تطلع مشافه معافى. يعني انا مريت بالتجربه هذه، كان عندنا مريض كان يعني ما وصلوا والله ما 4 ايام، ما قدروا يوصلون النتيجه، حولوه على عياده ثانيه او على مستشفى ثاني من ضمن اختصاصاتهم. لذا يعني هذا يدل على انه ايش؟ يدل على انهم متعاونين، يبون يوصلون النتيجه، ما يبون يوصلون مرحله انه سحب فلوس وخلاص. لا، الموضوع انه لازم نوصل النتيجه ونوصل العلاج. فبصراحة المستشفى جيدة جدا وتعاملهم جيد، يعني ما يستقبل كل الأمراض، في الأمراض الخاصة بالأعشاب واللي يقدرون على علاجها هم يستقبلونها. مشكورا جزيلا، السلام عليكم.